للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب الدكتور خالد عكاشة. دكتور خالد، بعد التحية، دور في غاية الأهمية تقوم به قبائل سيناء جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، كيف تقرأ أهمية هذا الدور؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين جميعا. بالفعل كان في هذا التقرير المميز الأدوار أدوار تكاملية، دور بارز الحقيقة لعبته قبائل سيناء وأهالي شمال سيناء وعوائلهم وشبابهم وشيوخهم بصورة فعالة. منذ اللحظة الأولى كان هناك توافق كبير جدا على مسألة مواجهة الإرهاب بعديد من الوسائل والمسارات المتعددة والمتنوعة. القوات المسلحة المصرية وأجهزة الأمن وأجهزة الاستخبارات المصرية كانت تعمل جنبا إلى جنب مع الذراع التنموية التي كانت الدولة مدركة تماما بأن هذه المقاربة في هذه المرحلة من مراحل مكافحة الإرهاب لابد أن يستخدم فيها أحدث وسائل المكافحة وهي المكافحة الشاملة بالأدوات جميعا. لم يتخلف أبناء سيناء عن التواجد والحضور والالتحام بأجهزة ومؤسسات الدولة في كافة هذه المسارات، صحيح، على مستوى المواجهات المباشرة وأيضا على مستوى إيمانهم بأن هناك رغبة أكيدة لدى مؤسسات الدولة لتكثيف المنابع لرفع كفاءة وجودة الحياة لأبناء شمال سيناء كما هو الحال في باقي محافظات مصر. ربما المشروع الأكبر والأضخم للدولة المصرية وهو حياة كريمة، أعتقد بأنه سطر سطوره الأولى على منطقة شمال سيناء قبل بدء في محافظات مصر المختلفة. كان هناك عمل دؤوب منذ العام 2015 و16، القرى الجديدة، المباني، السكن، فتح أبواب الاستثمار الذي أيضا لم يتخلف عنه الشركات السيناوية الوطنية التي يعني انطلقت الحقيقة بشكل تكاملي، نقل رؤية الدولة الاستراتيجية إلى الواقع العملي على الأرض. دكتور خالد، إلى جانب مساندة الجيش والشرطة في المواجهات ضد العناصر الإرهابية، هناك معركة لا تقل أهمية هي معركة التنمية في سيناء، ولقبائل وأهل سيناء وأهلنا في سيناء دور كبير أيضا في التعمير وعملية البناء والتنمية. يعني هذا صحيح، وهنا لابد من الإشادة والإشارة بهذا الدور الكبير وهذا الوعي الوطني البارز لمشايخ قبائل سيناء وإلى عوائلهم الكبرى اللي هم يترجموا رؤية الدولة باستخدامها سلاح التنمية كي يكون جنبا إلى جنب جنب البندقية في مكافحة الإرهاب. حقيقة ده دور مهم ليعكس وعيا وطنيا كبيرا لدى هذه القبائل وهذه الأسر السيناوية اللي كانت حاضرة عبر شركاتها، عبر شبابها، عبر رجال أعمال من أبناء هذه المنطقة الذين لم يدخلوا على أموالا وانخرطوا بشكل سريع جدا في هذه الخطط التنموية. وانتقل المشهد السيناوي الحقيقة نقلة نوعية إلى الأمام كما يليق به وكما ترغب المؤسسات الدولة جماعة والقيادة السياسية من اللحظة الأولى. الحقيقة كانت بتشير إلى مسألة المكافحة الشاملة، المكافحة الشاملة اللي هي يتم استخدام فيها القوى الصلبة لكن لا تتخلف عنها أسلحة التنمية وأسلحة التطوير ورفع الجودة ورفع الكفاءة. كل هذه الأمور تضمن أمنا مستداما ومستقرا وتضمن جودة للحياة في منطقة الحقيقة غابت عنها أزرع التعمير منذ عقود كثيرة مضت. النهاردة أعتقد أن هي بتخوض فصل جديد، فصل مشرف في الدولة المصرية وفصل مشرف لأبنائها في نفس الوقت وإلى عوائلها ومشايخها وقبائلها. الدكتور خالد عكاشة عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، شكرا جزيلا لك.